تكلمت قبل في فيديو عن ان كيف صناعة الالعاب عبارة عن بزنس، وهدف شركات الالعاب الاول والاخير هو تحقيق الارباح. وتكلمت في نفس الفيديو عن الوسيلة اللي قاعدة تستعملها معظم الشركات عشان تطلع فلوس او ارباح جوا الالعاب، سواء عن بيع سكنات، اسلحة او حتى حزمات جوا الالعاب. ومتفقين كلنا ان ما حد يحب هالشيء، ما حد يحب يشتري لعبة وبعدين يشتري اشياء فيها عشان يزيد قوته. كلنا نحب انه نسوي تحديات معينة لنفك اشياء جوا الالعاب، بس نوعا ما متفهمين ليش الشركات تسوي هالشيء، لانه بالاول والاخير بزنس وبدهم يطلعوا ارباح. بس في شيء يعصب اكثر من الماكرو ترانزاكشن واكثر من المشتريات جوا الالعاب، واللي هو انه اللعبه تبيعك اللعبه نفسها مرتين. شركات العاب تنزل لك جزء تاني للعبه، وبس تشتريه تكتشف انه هو نفسه بالضبط الجزء اللي قبله، بس حاطين جنبه رقم 2. فبهالفيديو رح اجيب لكم 5 شركات العاب نصبوا علينا وباعوا لنا نفس اللعبه مرتين. فيلا خلينا نبدا. قبل ابدا الفيديو اليوم يا شباب، بس حاب انوه انه هذا الفيديو الثاني والاخير اللي عليه جيف اواي على جهاز سيجا ميجا درايف ميني الجديد اللي نزل من شهرين تقريبا، واللي عليه افضل العاب الطفوله. والفيديو الجاي ان شاء الله راح اعلن عن الفائز واعلن عن جيف اواي جديد رهيب. فاذا حابب تفوت بفرصه الفوز على الجهاز، كل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناه، واترك اي تعليق في حسابك على انستغرام، تويتر او الفيسبوك عشان لو فزت اقدر اتواصل فيه معك. ويلا خلينا نبدا الفيديو. المرتبه الخامسه عندنا العاب فار كراي من شركه يوبي سوفت. طبعا كل يتفق انه افضل جزء فار كراي هو فار كراي 3 اللي نزل سنه 2012. كانت لعبه جدا رهيبه، الجيم بلاي، الخريطه والشخصيات، بالذات شخصيه الشرير كانت جدا مميز. بعدين بعد سنتين شفنا لعبه فار كراي 4. فار كراي 4 كانت مختلفه عن فار كراي 3، بس كانت تحسها نفس النمط، انه في شرير مجنون، حتى الناس حبوا شخصيه الشرير، بس اجواء الماب كانت جديده بالهيمالايا واجبال وكل شيء. من بعد فار كراي 4 بلش النسخ لصق. بعد فار كراي 4 جتنا لعبه فار كراي برايمال اللي هي بين جزئين، بين 4 و5، وفعليا نفس خريطه فار كراي 4 بالضبط، نفس كل شيء بس بالعصر الحجري، نفس تصميم الخريطه. تخيلوا ما غيروا اي شيء بتصميم الخريطه، بس غيروا اجواء الخريطه، انه صارت بالعصر الحجري، فراح تشوف رمل اكثر، ما في اسلحه، في عندك رماح، ويعني من هالكلام. بس فعليا هي نفس فار كراي 4 بالضبط، بس مغيرين الوقت، حتى ما تعبوا حالهم انه يغيروا الخريطه. بعدين جت لعبه فار كراي 5. اوكي خلينا نقول الصدق، خريطة جديدة بس نفس اللعبة، يعني نفس التحكم، نفس الميكانيكية، تقريبا نفس الجرافيكس، حتى ما تحس ابدا باختلاف بين الجزء اللي قبله. واجت بعدها لعبة فار كراي نيو دون اللي هي بين فار كراي 5 و 6 نفس برايمال، وهي تقريبا كوبي بيست من فار كراي 5، تقريبا نفس الخريطة، نفس الاجواء، يعني صايرين العاب فار كراي عبارة عن نسخ لصق مع تغيير شوية اشياء. بالمرتبة الرابعة عندنا شركة اكتيفيجن بلعبة كول اوف ديوتي بلاك اوبس 4 وبلاك اوبس 3. لعبة بلاك اوبس 4 هي تقريبا نسخة عن بلاك اوبس 3 ونسخة سيئة، يعني بلاك اوبس 3 الكل اتفق انه كانت افضل من بلاك اوبس 4. طيب خلينا نتكلم اول شيء عن المالتي بلاير. المالتي بلاير باللعبتين ما تحس في فرق بيناتهم ابدا. بلاك اوبس 3 الاختلاف الوحيد انه عندك جيت باك وفينك تنط وتمشي على الحيط، بس لو تحط كجيم بلاي نفسه بدون لا تحسب المشي على الحيط وهالكلام راح تلاقي نفس اللعبة. حتى بلاك اوبس 3 الجرافيك فيها افضل من بلاك اوبس 4، مع انه جدا شبيه الجرافيك بين اللعبتين. بلاك اوبس 4 بدات باربع او خمس مابات مالتي بلاير جايه من اجزاء قديمة، اللي هم مابات نيوك تاون، فايرنج رينج، سمت، وسلمز، وجنجل، كلهم موجودين من العاب بلاك اوبس 1 و2. بس هاي المابات نفسها بالضبط نزلوها ببلاك اوبس 3 كحزمة قبل نزول بلاك اوبس 4، ونفسها بدون اي تغيير شفناها ببلاك اوبس 4، نفس كل شيء، ما في اي تغيير ما عدا نيوك تاون طبعا المغير بشكل كامل، بس باقي الاربع مابات نفسها بالضبط. وبعدين مع بلاك اوبس 4 بكل دي ال سي عم يجيبوا لنا ماب قديم نفسه بالضبط بدون ما غيروا عليه اي شيء. الاسلحة ببلاك اوبس 4 نصها موجودة ببلاك اوبس 3، اذا ما كانت ببلاك اوبس 3 بالعاب اقدم. شخصيات السبيشالست ببلاك اوبس 4 ستة منهم كانوا ببلاك اوبس 3، روين، بروفيت، باتري، سيرف، نوماد، فاير بريك. بعدين شفنا شخصيات ضافوها بالمستقبل كانت كلها او معظمها قديمة، نفس اوت رايدر، سبكتر، والالي. فيعني تقريبا كل شيء جايبينه من العاب قديمة، ما في اي شيء جديد باللعبة. وخلنا نروح نتكلم عن الزومبيز. عندنا 8 مابات زومبي ببلاك اوبس 4، نصهم اللي هو 4 مابات هي مابات قديمة مو جديدة. عندنا ماب كلاسيفايد هو نفسه ماب 5 من بلاك اوبس 1، عندنا بلود اوف ذا ديد اللي هو ريماسترد لماب اوف ذا ديد من بلاك اوبس 2، بعدين عندنا نيوك تاون او الفا اوميجا هو تقريبا نفسه نيوك تاون ببلاك اوبس 2، واخر ماب تاك دير انتوتن هو نفسه كول اوف ذا ديد. وبهالاربع مابات
ولا ماب منهم عطانا اي سلاح جديد. كل الأسلحة اللي فيهم كانت أسلحة قديمة، وحتى تاكدر أنتوتين اللي فيه نوعا ما سلاح جديد هو نسخة عن سلاح قديم. فتقريبا الشيء الوحيد ببلاك أوبس 4 اللي يميزها عن بلاك أوبس 3 أو أي لعبة أقدم منها من أجزاء بلاك أوبس هو البلاك أوت أو الباتل رويال. حتى البلاك أوت تقريبا كل الأماكن اللي فيه أماكن قديمة، بس هالشيء حبوه اللاعبين، يعني ما هو شيء سيء. بالمرتبة الثالثة شركت بانجي بلعبة ديستني 1 وديستني 2. قبل ما أتكلم راح أطلكم جيم بلايين، واحد من ديستني 1 واحد من ديستني 2، وشوفوا إذا راح تعرفوا الفرق بينهم أو لا. بداية ديستني 1 كانت صعبة، اللعبة كانت مليانة مشاكل وكثير ناس واجهوا مشاكل باللعبة، بعدين مع الوقت صارت لعبة جدا ناجحة وجذبت عدد جدا كبير من اللاعبين ومنهم أنا. أنا عندي تقريبا 1000 ساعة لعب بجزء ديستني 1، واللي ما يعرف نظام ديستني كل فترة ينزلوا حزمة أو DLC، والDLC يكون هو شيء جدا ضخم كل الناس يلعبوه، ويكون فيه تكملة للقصة تكملة للعبة. فلعبة ديستني 1 كانت في تقريبا فيها 3 أو 4 حزمات، وكان الوضع تمام ومعظم اللاعبين ما عندهم أي مشاكل. كل ما تنزل حزمة الكل يشتريها، يتحمس يرجع يلعب اللعبة، يقضي ليالي عليها، والكل شيء تمام. فجأة الشركة قررت تسوي جزء جديد اللي هو ديستني 2. طبعا الكل استغرب وقت الشركة اعلنت هالشيء، لانه لعبة ديستني 1 واضح انه لسه يعني ما يعني فينهم يكملوا على نظام الحزم والناس ما عندهم اي مشاكل. نزلت ديستني 2 كانت كوبي بيست، لصق لصق من ديستني 1، نفس القوائم، نفس معظم الأسلحة، نفس ستايل الشخصية، نفس الابيليتي اللي عندك اياها تقريبا، بعدين صاروا نفس الكواكب. طبعا اكيد في كتير تطورات ما ننكر هالشيء، يعني التاور صار جدا ضخم، عندك كواكب كتير جديدة بلعبة ديستني 2، الابيليتي او الخاصيات عند الشخصيات صار كل شخصية عندها خاصية جديدة، بس هالكلام كله كان فيهم يعملوه بديستني 1 بتحديث ضخم. فايه اللعبة لا قررت انه تسوي لعبة جديدة كليا، نفس الجرافيك، نفس معظم الاسلحة، نفس الشخصيات، نفس كل شيء، وتبيك تدفع $60. بالمرتبة الثانية عندنا لعبة لسه ما نزلت، بس واضح انه الجزء الثاني منها عبارة عن وسيلة لجلب الفلوس، اللي هي Overwatch 2. اظن عدد جدا كبير من متابعين هالفيديو ومنكم انا جدا معجبين بلعبة Overwatch من شركة بليزرد. لعبة Overwatch فازت بلعبة السنة بسنة 2016، وهي ما فيها طول قصة، فقط لعبة ملتي بلاير، بس لانه اللعبة غيرت شكل العاب الشوتر اللي نعرفه. لعبة جدا ممتعة، واضح انه الشركة جدا تعبانين عليها، ومن اول ما نزلت اللعبة عام 2016 الى اليوم ملايين يلعبوا اللعبة. في ناس ما يلعبوا الا Overwatch Competitive لانه اللعبة كل فترة يضيفوا ماب جديد، يضيفوا شخصية جديدة، والكل فرحان وما حدا عارض على اي شيء. من 4 ايام تقريبا بمعرض بليسكون بامريكا، شركة بليزرد اعلنت انه رح يكون في لعبة Overwatch 2. الكل اتحمس، اخيرا Overwatch 2. شفنا الجيم بلاي، فعليا ما تقدر تفرق اي شيء عن Overwatch 1، حتى نفس الجرافيك، نفس الشخصيات، نفس كل شيء، بس Overwatch 2 راح يكون فيها طور قصة، بنلعب باربع لاعبين مع بعض وبس. هذا الشيء الوحيد اللي جديد بلعبة Overwatch 2 مع تحسين للجرافيك جدا بسيط. وعشان تعرفوا انه الشركة خجلانة من هالشيء، قالوا انه اذا ما تبي تشتري Overwatch 2 ما في اي مشكلة، استمر على لعبة Overwatch 1، اي شخصية جديدة راح يضيفوها لOverwatch 2 او اي ماب جديد راح ينضاف للعبة Overwatch 1، واللاعبين بلعبة Overwatch 2 راح يقدروا يلعبوا مع لاعبين بOverwatch 1. ففعليا يعني ما في اي داعي تشتري Overwatch 2 الا اذا تبي تجرب طور القصة الجديد. وصراحة انا احب شركة بليزرد، شركة بليزرد دائما العابها خرافية. Overwatch فيها باكجات، بس الباكجات ما تعطيك اي سلاح او اي شيء يزيد قوتك، فقط سكنات واشياء، ولعبة جدا جدا خرافية. واظن هم ما بدهم يسووا Overwatch 2، بس الشركة الام اللي فوقهم اللي هي Activision، اظن هذا الضغط من Activision عشان اللعبة تجيب فلوس اكتر، فاضطروا انهم يعملوا Overwatch 2 عشان يطلعوا فلوس اكتر. المرتبة الاولى راح تجيب لي ديسلايكات على هالفيديو، بس انا اسف مضطر اقولها، لعبة فيفا من شركة EA. مو فيفا 20 وفيفا 19، كل اجزاء فيفا، فعليا كل اجزاء فيفا، الاختلاف الوحيد فيهم هو الرقم اللي على الشريط.
فقط. اوكي انا مالي محترف فيفا بس عندي عقل اقدر اشوف اللعبة. فيفا نفسها يا جماعة، فيفا نفسها كل سنة. اوكي كل سنة فيهم يعملوا تغيير بسيط، مثلا هالسنة يقولوا فيفا 20 اللاعب صار جدا واقعي، تحس اللعبة اصعب. تبي تقنعني انه ما كانوا فيهم يسووا تحديث على لعبة فيفا 15 خلنا نقول اللي نزلت من 5 سنين، يعملوا تحديث يخلوا هالاشياء انه اللاعب يصير واقعي شوي او يضيفوا لاعبين جدد؟ فينهم اكيد فينهم، بس الشركة كل سنة تنزل لك فيفا جديدة ولاعبين يدفعوا مئات واحيانا الاف على اللعبة ليشتروا لاعبين ويفتحوا باكيجات ويطلعوا افضل اللاعبين، وبعدين بعد اقل من سنة راح تنزل لعبة فيفا الجديدة اللي راح تكون نفس الشيء نفس اللاعبين بس مع تحديثات وتغييرات بسيطة. متأكد راح يكون في تعليق على هالفيديو واحد راح يكتب يا حبيبي ترى انت ما تلعب فيفا ما راح تعرف شو التغييرات. لا اعرف، لا صدقني اعرف، قاعد اشوف جيم بلاي لكل لعبة فيفا من 5 سنين الى اليوم ما قاعد اشوف اي تغييرات. ولو تبي تقول لي انه في تغييرات بالتحكم واللعب وشفنا الكلام، راح اقول لك بكل بساطه هالتغييرات فيهم يعملوها بابديت جدا بسيط. فاي لعبه فيفا من شركه EA ما بعت لكم نفس اللعبه مرتين، لا بعت لكم نفس اللعبه تقريبا 20 مره. فاي شباب هالفيديو اليوم اتمنى يكون عجبكم، اتمنى بنهايه الفيديو لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك وشاركونا بالتعليقات. في لعبه ما ذكرتها بالفيديو تسوي نفس النظام انه تبيعك اللعبه مرتين، اذا في اتمنى تكتب اسم اللعبه بالتعليقات. وبس كان معكم شركيه وشركيكيش كم ديهات تاني ان شاء الله. مع السلامه.